لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. توجيه 17 تهمة لبشرى بالحاج حميدة في قضية التأمر. استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 عن انشغالها العميق لما قالت لها أوضاع حرية من ترد وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة. استقلالية القضاء على إثر اطراحية الدفاع التابعة للجمعية أفرض على مضمنه قرار ختم البحث يعرض قضية التأمر على أمن الدولة وتوجيه بعض الطعم إلى رئيس الجمعية السابقة والمؤسسة البشرية بشرى بالحاج حميدة يصل عددها إلى 17 تهمة. أضافت الجمعية أن ختم البحث وجه تهما تتعلق بالإرهاب والتأمر وارتكاب فعل موحش في حق الرئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد الإعدام من 40 شخصية سياسية وحقوقية تونسية من مغبة اقحام اسم بشرى بالحاج حميدة في هذا الملف الذي يعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكافة العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشاهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس وفق نص البيان. واستنكرت الجمعية إدراج بشرى بالحاج حميدة ضمن قائمة المتهمين في حالة قرار والحال إنها لم تتلقى أي استدعاء قانوني. مستغربة وجود فقرة في تقرير أختام البحث تبرر بالحاج حميدة وتنفي عنها كل التهم لغياب الحجج والقرائن التي تفيد ارتكابها الأفعال المجرمة ما يفترض حفظ التهم الموجهة إليها. ثم يتم توجيه 17 تهمة لها ويؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله بوقت يتم بعدها. توجيه 17 تهمة لها ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله بوقت يتم فيه التنكيل بكل القضاء الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية. وانتقدت الجمعية بشدة على مقارة انه تلاعب صارخ بإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة اذا لم تكلف الساحة أو السلطة السياسية التي أطلقت يديا على القضاء نفسها حتى تقديم أي أسانيد فعلية أو قانونية قد تمضي إلى اتهام بشرى بالحاج حميدة وغيرها ممن زج بهم في هذا الملف.